السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب ساكن 3 أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج كالكلاس النهاردة إن شاء الله طبعا الحلقة لطلبة اللغات كلهم بلس طبعا حبايبنا في طلبة الأزهر النهاردة عندنا آخر ليسون عندنا في شابتر 1 بيتكلم على حاجة مهمة قوي اسمها related time rates احنا طبعا خدنا derivative خدنا كل الديريفاتيف بأنواعه فاضل بس ازاي نعمل ديريفاتيف النهاردة ان شاء الله respect للتايم حلقه النهارده ده بارت 1 في الليسون بتاعنا بارت 2 ان شاء الله باذن الله هتنزل آآ قريب جدا طبعا حرصا على وقتكم يا اولاد احنا كلنا طبعا عارفين ان الكورس بتاعنا الجبرا سوليد الكالكولس ده البيور عندنا ستاتكس عندنا داينامكس حرصا على وقتكم انا مسجل الكورس كله على 83 حلقه في موقع عندنا موجود وطبعا الموقع ده بدا من شهر طبعا 9 من 1 9 تقريبا اول سبتمبر اللي هو موقع ايدوبيديا موقع ايدوبيديا او منصة ايدوبيديا انا مسجل الكورس كله على 83 حلقة منزل الالجبرا والسوليد كورس لوحده الكالكلس نفس القصة الاستاتيكس نفس القصة الدينامكس هسيب لك ان شاء الله في ديسكريبشن الحلقة او وصف الحلقة اللينك بتاع الموقع عشان تخش ان شاء الله تعمل تسجل عليه تعمل طبعا تسجل ويبقى ليك يوزر نيم وباسورد على المنصة من خلالها بعد كده ان شاء الله ممكن تفتح الكورسز اللي قدامك دي طبعا ما تقلقوش هي الكورسات دي نازله باسعار رمزيه جدا جدا واقل كمان من الاسعار الرمزيه دي مساعده مني لكل طلبه ثالثه ثانوي طبعا في مصر وخارج مصر كمان الميزه في الكورس يا اولاد او الميزه في المنصه دي ان الكورس هيفضل معاك لاخر يوم في المنهج او لاخر يوم في السنه لا كمان ده لاخر يوم في الامتحانات يعني مثلا لو انت عايز تتفرج على او تسترجع معلوماتك لاي درس مثلا كنت استوعبته كويس وتاه منك تقدر تخش على المنصة وتجيبه تاني مش هتلاقيتش ابدا انا هسيب التلاتة وتمانين حلقة موجودين معاك لاخر يوم في السنة يا رب يكون المعلومة دي واضحة للكل مش زي المنصات التانية اللي هو ينزل لك حلقة النهاردة وبعد يومين يشيلها لا يعني درس زي النهاردة ريليتد تايم ريتس مثلا هتخش تلاقي الدرس موجود مش الدرس بس المنهج كله موجود يعني بدل ما تستنى الحلقه على اليوتيوب ممكن تنزل الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي لا انت معاك الكورس كله بين ايديك افتح الكورس وابدا ذاكر خلصت ليسون 1 خش في ليسون 2 ليسون 3 عندك اكسرسايزز كتير عندك براكتس كتير في كل حلقه تقدر انك تخلص الكورس بتاعتك بتاعك وتقدر كمان انك تحل طبعا اكسترا اكسرسايز على الكورس كله بحيث ان انت تخلص الكورس بتاعك بدري ويبقى انت يعني ما يبقاش عندك توتر وربنا يبعد عننا التوتر طبعا باذن الله السنه وكلكم واثقين من نفسكم باذن الله ونفرح بيكم ان شاء الله باذن الله في نهايه السنه دي باذن الله هندسه للجميع فيا ريت يا جماعه اللي حابب طبعا يخش على الكورس في مشكله قابلتك وأنت بتسجل تواصل على الرقم ده فورا هتلاقي الناس ان شاء الله متواصله معاك ويذلل لك اي عقبه قدامك داخل الكورس تمام الكورس انا بعيد تاني بارقام رمزيه جدا 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 ودي طبعا مساعده مني لكل حبايبي في طلبه ثالثه ثانوي في مصر وخارج مصر كمان طيب يلا بقى يا جماعه طبعا لو في اي مشكله بالنسبه للكورس طبعا تواصل معايا فورا في الفيديو ان شاء الله او التعليقات اسفل الفيديو وان شاء الله باذن الله هكون متواصل معاكم هنتكلم يا اولاد على لسن 5 اللي هو ريليتد تايم ريتس باختصار كده هنعمل في النهارده ريسبكت للتايم كلنا عارفين ان اي حاجه بتزيد اي ميتال بيزيد وبيقل ريسبكت تو فلو المثل ده انا اديته اكس مثلا وعملت له هيتينج زي الايرن مثلا ابص تلاقيه بيزيد عندك طب هو بيزيد قد ايه انا ما اعرفش بس هو يا مستر اكيد بيزيد او هقول انكريزز ريسبكت للتايم في حاجات ثانيه شرينكينج باي كولينج ما هو برده ريسبكت تو للتايم فلو انت عندك مثلا قلت ان الايرن اكس وده انكريزز باي ريت مثلا هقول 1 سنتيمتر مثلا بير مينت يبقى الريت ده انا بقول عليه دي اكس دي تي نفس الكلام لو عندي اي ميتال ثاني واي هقول شرينكينج باي كولينج مثلا 0.5 سنتيمتر مثلا بير مينت يبقى هقول دي اكس دي تي بنيجت سوري دي واي دي تي يبقى نيجاتيف 0.5 يبقى وات ايفر السيمبل اللي احنا بنشتغل عليه او الميتال اللي حضرتك بتشتغل عليه لو هو انكريزنج هقول دي اكس مثلا فور اكزامبل دي تي بكذا ديكريزنج هقول دي اكس دي تي بنيجاتيف كذا خلي بالك من انكريزز انكريزز دي مهمه جدا كلمه عندك شرينكينج باي كولينج يقول لك ماكسمايزيشن يقول لك انلارجمنت يقول لك ماجنيفيكيشن الحاجات دي كلها مهمة جدا في لسن النهاردة. طيب قبل ما نخش في الليسون ده احنا عندنا رولز كتيرة جدا انا هعدي الرولز دي سريعا ان المفروض نبقى كلنا عارفينها. يعني انا هسيب الصفحة قدامك وتسترجعها مع نفسك مش محتاجة شرح دي قوانين كلنا اصلا درسناها قبل كده عشان لما نيجي نحل دلوقتي على الجزء ده يبقى انت فاهم كويس جدا انت بتحل على ايه. خلاص؟ ادي السكتور ادي الكيوب ادي الكيوبويد كل دي حاجات مهمة مش محتاجين ان احنا نقعد نشرحها تاني. المفروض ان كلنا عارفينها انا كاتبها لك بالتفصيل اهو عشان بس وقت الحلقه دي كلها قوانين احنا محتاجينها في الليسون ده وعندنا ليسون كمان زي ان شاء الله في شابتر 3 تمام يا جماعه فتركز بالله عليك كويس جدا في كل الرولز اللي قدامك دي اهو دي كل الرولز اللي قدامنا اهي ده كل الكلام ده في منتهى الاهميه نخش بقى على حاجه مهمه دي اللي انا هشرحها اللي هو الهكساجون يا ولاد كلنا عارفين ان الريجولار الهيكسجون <ثم> ال 6 سايدز دول ار ايكوال الانث لو السايد لينث ده اكس مثلا وعايز اجيب الشورتست دياجونال احنا عندنا فيه دياجونالز يا ولاد تو دياجونالز جوه الهكساجون يا اما الدياجونال ده يا اما اللونجست دياجونال اللي هو ده يعني ده الشورتست ده او ده وممكن ده كمان وممكن ده وده وممكن ده وده اي اتنين الشورتست دياجونال هو اللاين سيجمنت اللي جوينج بتوين مين بقى؟ ادي فيرتكس سيب الفيرتكس دي وخد اللي وراها ووصل ده اسمه الشورتست ديجونال اللونجست اللي هو من هنا لحد هنا او من هنا لحد هنا او من هنا لحد هنا زي ما هرسمه لك دلوقتي طب الشورتست ديجونال ده نجيبه ازاي السايد روت 3 يعني السايد ده اكس يبقى الشورتست اكس روت 3 يعني لو ده 10 يبقى ده 10 روت 3 وده كمان يبقى 10 روت 3 لو ده اكس يبقى ده اكس روت 3 وده كمان اكس روت 3 اللونجست بقى اللي هو ده او ده اللونجست هو دبل السايد فلو السايد ده 4 يبقى ده 8 طب لو السايد اكس يبقى ده اكس روت 3 سوري دبل دبل السايد معلش انا اسف دبل السايد يعني لو ده اكس يبقى ده 2 اكس لو ده 8 يبقى ده 16 لو ده 5 يبقى ده 10 لو ده 10 يبقى ده 20 اند سو اون طيب يلا بقى نخش في الافكار بتاعتنا وقبل ما نبدا في الافكار بتاعتنا اقول لك حاجه بسيطه جدا ركز معايا كويس قوي بدايه كده عايزك تبقى فاهم حاجه مهمه اللي ازاي نعمل يا مستر ديريفاتيف ريسبكت للتايم هو انا لما اقول لك اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوالز 4 مثلا وعايز اعمل ديريفاتيف ريسبكت للتايم هتقول لي الاول نعمل ديريفاتيف يبقى 2 اكس وبعدين تعمل الاكس دي ديريفاتيف للتايم اللي هي دي اكس دي تي وبعدين تقول لي بلس الواي سكوير تقول لي 2 واي وبعدين الديريفاتيف ريسبكت للتايم تبقى دي واي دي تي 0 زي خلصنا خلاص طب لو هي اكس واي برودكت مثلا ايكوالز 5 وعايز اعمل ديريفاتيف ريسبكت للتايم اجيب ديف فيرست في سكند بلس ديف سكند في فيرست ديف فيرست يعني ديريفاتيف الاكس ما تقولش 1 تقول 1 دي اكس دي تي لازم اكتب دي اكس دي تي بلس وطبعا تنزل السكند بلس هنحط الفيرست بعد كده ونجيب ديريفاتيف السكند اللي هو dy dt. دي واي دي تي الكلام ده يبقى ايكوالز 0 يبقى بمنتهى البساطه دلوقتي علشان اعمل ديريفاتيف ريسبكت للتايم، اعمل ديريفاتيف عادي جدا، وبعدين حط وراه دي واي دي تي او دي اكس دي تي، أكوردنج تو ذا سيمبل، خلاص يا جماعة؟ طب يلا مع بعض نشوف الأفكار بتيجي إزاي يا مستر، يلا مع بعض نشوف الأفكار بتيجي إزاي. هنا بوينت بتتحرك على الكيرف ده. إكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 5x بلس 4y بلس 9 ب0. الريت اوف تشينج اوف إكس كووردنت ويذ ريسبكت تو ذا تايم ات 2 نيجاتيف 3 إس 3. يعني ايه؟ يعني الريت اوف تشينج دي معناها دي اكس دي تي كلمة ريت يعني انا بتكلم ريسبكت للتايم لازم يقول لك اهو يبقى دي اكس دي تي ب 3 عند البوينت 2 نيجاتيف 1 انا عايز الواي كوردينيت ريسبكت للتايم يعني عايز دي واي دي تي اول حاجة حط الكيرف قدامك اهو تعالوا نعمل ديريفاتيف ريسبكت للتايم زي ما قلت من شوية ديريفاتيف الاكس سكوير تمام 2 اكس دي اكس دي تي طب ديريفاتيف الواي سكوير تمام دي واي دي تي طب ديريفاتيف ال 5 اكس يبقى 5 دي اكس دي تي طب ديريفاتيف ال 4 واي تبقى 4 دي واي دي تي طبعا ديريفاتيف ال 9 بزيرو خلاص خلصت اهي تمام يا جماعه انا عايز اجيب بقى دي واي دي تي بكام هو عايز الريت اوف تشينج اوف اتس واي كوردينيت ويز ريسبكت تو ذا تايم انا عايز دي واي دي تي طب ما انا اشيل اكس ده واحط مكانها 2 واشيل الواي واحط مكانها نيجاتيف 1 ونعمل سبستتيوشن بدي اكس دي تي ب 3 تخلص المسألة أهو أنا عوضت أهو يبقى دي 6 دي نيجاتيف 2 دي واي دي تي نيجاتيف 15 و 4 دي واي دي تي جمع كده 4 دي واي دي تي ماينس 2 دي واي دي تي يبقى 2 دي واي دي تي 12 ماينس 5 نيجاتيف 3 خدها الناحية التانية ب 3 يبقى دي واي دي تي إيكوال اللي بره على اللي جوه يبقى 3 أوفر 2 أدي فكرة في الدرس النهاردة فكرة كمان

تمام طب نعملها ازاي بالراحه هجيب ديف الفيرست في السكند زي ما عملناها من شويه بلس ديف في سكند في فيرست دي في الاكس ما تقولش 1 بقى ما تنامشي تقول لي دي اكس دي تي وبعدين تنزل الواي وبعدين بلس الاكس وتجيب ديف الواي تمام دي واي دي تي وديف الاكس هنا دي اكس دي تي ديف الواي دي واي دي, دي تي ديف ريفاتيف 5 بالزيرو اهي هو بيقول ان الريت للاكس كوردينيت يبقى دي اكس دي تي ايكوال the rate للواي كووردينيت اللي هي دي واي دي تي اهي خلاص خلصت طب ما انا اشيل دي اكس دي تي ودي واي دي تي ما هم ايكوالز لبعض اعمل ام ليهم اهي بقى عندك مين اكس بلس واي ايكوالز 2 خلي بالك 1 بلس 1 اللي هي 2 هات الاكس هنا او الواي من هنا يعني ممكن اقول الاكس ايكوال 2 ماينس واي او تقول ان الواي 2 ماينس اكس وترجع تعوض فوق انا جبت الواي ب 2 ماينس اكس عوضت هنا عوض في الكيرف شيل الواي حط مكانه 2 ماينس اكس شيل الواي حط مكانها 2 ماينس x أهي. وبعدين هنا x مولتبلاي 2 تبقى 2x ماينس x سكوير. كنسل x, x مع x تبقى دي نيجاتيف 3. أهي. هات الـ x سكوير بالبوزيتيف هات ال 2x بال بالنيجاتيف. اعمل الايكويشن مود 5 3 طلعنا الـ x. مرة ب 3 ومرة بنيجاتيف 1 عوّض هنا. حط 3 مرة هنا يبقى 2 ماينس 3 تبقى نيجاتيف 1. حط نيجاتيف 1 هنا تبقى 2 بلس 1 تبقى 3. يبقى البوينتس 3 و -1 او 3 و -1 انا بحط الاكس وبعد كده الواي يبقى 3 و -1 او -1 و 3 هما دول التو بوينتس اللي موجودين عندي اللي على الكيرف ده بشرط ان الريت للاكس كوردينيت هو نفس الريت للواي بالنسبه للتايم يعني دي اكس دي تي هو دي واي دي تي تمام كده تمام الكلام تمام الكلام طيب وبعدين يلا بالراحه بقى واحده واحده هنا بيقول كيوب اكستنس باي هيت اه خلي بالك اكستنس باي هيت اكيد طبعا ريسبكت للتايم السايد لينث بتاع الكيوب ده مش عندك اللينث انكريزز بالريت ده يعني ايه اللينث انكريزز بالريت ده يعني انا هقول مثلا ان السايد لينث انكريزز باي ريت هو مديهولك 0.02 مثلا يبقى لازم حضرتك تفرد السايد لينث انا هفرد ان السايد لينث ده اكس يبقى دي اسمها دي اكس دي تي في اريا هي كمان انكريزز بالريت ده ما هو اكيد السايد بيزيد يبقى كمان الاريا بتزيد يبقى دي اي دي تي بالرقم ده الراجل ده عايز الايج لينث اوف ذا كيوب وعايز كمان الريت اوف ذا انكريز ان اتس فوليوم خلاص يبقى نمشي مع بعض واحده واحده اولا اول حاجه تكتب الرول الاول هو بيتكلم على الاريا طب يا مستر انا اعرف هي اريا لاترال ولا توتال منين لو ما قالش يبقى توتال لو هو عايز لاترال هيقول لك لاترال طب التوتال اريا ايكوال ايه 6 اكس سكوير خلاص يبقى دي اكس دي زي ما اتفقنا وادي دي ادي تي اهو يبقى الاريا 6 اكس سكوير انا كتبت لك الرولز كلها في الاول تعال بقى نجيب دي ادي تي يبقى 12 اكس دي اكس دي تي اهو شيل بقى الاكس ده اهي انا عايزها انون خليها زي ما هي معلش شيل دي ادي تي حط لي الرقم ده شيل دي اكس دي تي حط لي الرقم ده يبقى أنا هقول 0.72 12 multiply x multiply 0.02 اعمل دول ملتبلاي يبقى 0.24 x divided by 0.24 طلعنا الاكس x ب 3 بعد ما جبت الاكس x ب 3 أنا كده خلاص خلصت ال first هو عايز بعد كده الريت rate of the increase in its volume يبقى ال volume اللي هو side by side by side اللي هم الملتبلاي أو ال product ال 3 dimensions طب أنا كنت فارض إن ال edge x يبقى اكس باي اكس باي اكس يبقى إكس, إكس, اكس باور 3 اهو يبقى دي في دي تي 3 اكس سكوير دي اكس دي تي نسيب بقى دي في دي تي انون الاكس انا لسه جايبها الايدج لينس ب 3 دي اكس دي تي ما تنساش كانت 0.02 عوض طلعنا دي في دي تي جميل قوي ناخد اكزامبل 4 هنا اكزامبل 4 بيقول لك 250 سنتيمترز لادر از لينينج اجينست ا وول ادي الفيرتيكال وول ادي الهوريزونتال ده اكيد اللادر طبعا ده 250 طبعا انا سميته اي بي سي اكتب 250 سنتيمتر من فضلك هنا التوب اوف ذا لادر اللي هو الاي ده اهو سلايد داون سلايد داون يعني الزحلق نزل كده يا ولاد اكيد ده لما هينزل كده ده هيبعد الناحيه دي هقول ان هو هيبقى سلايد اواي منين من, من الفيرتيكال هو نزل بريد 10 سنتيمتر بير سكند سلايد داون ب 10 يبقى لازم تبقى حضرتك تبقى عارف مين هو السلايد داون مش معقول هقول دي اي بي دي تي غبيه قوي سمي الاي بي ده مثلا اكس او واي وسمي ده انا سميت ده اكس مثلا اهو سمي ده واي عشان نعرف نتكلم يبقى دي واي دي تي يبقى 10 سنتيمتر بير سكند بس خلي بالك ده سلايد الناحيه دي نازل لتحت يبقى بالنيجاتيف هو عمل ريت 10 سنتيمتر يا ولاد لو كان البيس 70 سنتيمتر فروم ذا وول لو البيز بتاع اللادر ده بعد 70 سنتيمتر اهو ده لو منزل كده اهو ده كمان هيزحلق بعيد هو كمان خلاص هيتحرك بعيد موف اواي يبقى انت عندك هنا ده هنسميه دي واي دي تي بنيجاتيف 10 اللي حصل ده هنسميه سلايد اواي ده هنسميه دي اكس دي تي حصل الريت لما كان الديستانس بتوين اللادر والفيرتيكال وول 70 سنتيمتر يعني دي 70 اصلا طب وبعدين كمل معايا للاخر اهو هنا بيقول عايز الريت اوف سلايدنج بيس اوف ذا لادر ده البيس انا مسميه اكس يبقى هو عايز دي اكس دي تي ما عنديش ريليشن يا مستر مين قال لك ان ما عندكش ريليشن اكتب اريا اكتب بريمتر لا طبعا ما قالش لا اريا ولا بريمتر ولا قال حاجه من دي امال تعمل ايه الله يرحمه بقى بيثاغورس هو اللي حل القصه دي طب ما انا عندي ده اكس ده واي <applause> يبقى انا ممكن اقول من فيثاغورس اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال تو 150 سكوير اعمل بقى ديريفاتيف واحد يقول لي يا مستر طب ما الاكس عندي ب70 معوض يا ولدي الاكس ب70 بعد الريت يبقى اجيب ريت الاول اعمل ديريفاتيف الاول يبقى 2 اكس دي اكس دي تي 2 واي دي واي دي تي ايكوال 0 اهو ال 2 مع 2 بقت اكس دي اكس دي تي بلس واي دي واي دي تي الاكس خلاص اللي هي بقت ب7 دلوقتي ب70 دي اكس دي تي ان نون الواي عايز اجيب الواي اعمل سكوير روت 250 اول باور 2 ماينس 70 اول باور 2 اهي تطلع 240 طلعنا الواي خلاص طب ما انا عندي دي واي دي تي ب 10 او بنيجاتيف 10 عوض زي ما اتفقنا هيطلع دي اكس دي تي قدامك اهو طب انا عايز الريت بقى بتاع الانجل دي هو هو قال الريت اوف تشينج اوف ذا ميجر اوف ذا انجل بتوين اللادر والجراوند ادي اللادر وادي الجراوند عايز الريت بتاع الانجل دي يعني عايز دي سيتا دي تي طب انا اجيب دي سيتا دي تي ازاي عندك الساين عندك الكوساين عندك التان انا هشتغل مثلا بساين سيتا اللي هي واي على 250 اهي واحد يقول لي كوساين سيتا يبقى الاكس على 250 تعالوا بقى نجيب الديريفاتيف هنا ديريفاتيف الساين بايه اوعى حد يقول لي كوساين ازعل منك تجيب ديريفاتيف الانجل الاول من فضلك يبقى ديريفاتيف السيتا دي سيتا دي تي ودريفاتيف الساين كوساين سيتا اهي دريفاتيف الواي ب 1 يبقى 1 اوفر 250 دي واي دي تي كوساين سيتا من هنا الادجيسنت على الهايبوتنس يعني 70 على 250 ودي سيتا دي تي انون ودي واي دي تي بنيجاتيف 10 هات ده الناحيه دي بالديفايد طلعنا دي سيتا دي تي بنيجاتيف 1 بنيجاتي اوفر 7 راد بير سكند عشان دي ارقام يا ولاد مش انجل عايزها تجري اعمل ملتبلاي 180 اوفر باي طيب نمبر 5 هنا بيقول ايه <coughs> هنا بيقول ال لينثز او ذا لينثز اوف تو سايدز اوف رايت انجل angled تريانجل يبقى انا عندي رايت انجل التو سايدز واحد 8 6 اللينث اوف ذا فيرست سايد ديكريزز ب half سنتيمتر بير سكند لكن اللينث اوف ذا سكند انكريزز ده 1 سنتيمتر بير مينيت يا ترى الريت اوف تشينج اوف دي اوف يا ولاد سيرفيس اريا اوف ذا ترينجل افتر 2 مينت كام يعني عايز دي اي دي تي وامتى كمان عايز التايم لما الانكريزنج في الاريا ده فانشت لا بالراحه واحده واحده يلا مع بعض انا عندي تو سايدز اوف رايت انجل ترينجل واحد 8 والتاني 6 الاولاني اللي هو الفيرست اللي قدامك ده ديكريزز بيقل بهاف سنتيمتر بير مينت يعني ايه هاف؟ ايوه ما قلتش يعني ما تقوليش 8 ماينس هاف لا ده ده ريت يعني كل مينت بيقل هاف كل مينت بيقل هاف كل مينت بيقل هاف طب انا ما اعرفش التايم قد ايه اصلا يقوم حضرتك تقول لي خلاص تعالى نقول ان دي 8 ماينس هاف تي لانها ريسبكت للتايم طب والسكند انكريزز ب1 يبقى 6 بلس 1 تي يبقى انا هسمي الفيرست اكس هاف او 8 ماينس هاف تي الثاني 6 بلس 1 تي جميل وبعدين واحد يقول لي يا مستر طب ما هو كده بيتكلم على ايه؟ عايز الريت اوف تشينج للاريا خلاص طب ما انا احط الاريا يبقى الاريا اللي هو لينث مالتبلاي ويدث ايوه هاف بيس في هايت ما تنامش يبقى هاف الاكس في الواي يبقى هاف 8 ماينس هاف تي مالتبلاي 6 بلس تي اهي ممكن نعمل الهاف مالتبلاي البراكت تبقى 4 ماينس 1 اوفر 4 تي ادي الاريا اهي اعمل ديريفاتيف في الاولى في الثانيه بلس ديريفاتيف في الثانيه في الاولى طب ديريفاتيف الاولى بكام بنيجاتيف 1 اوفر 4 ونزل الثانيه مكانها بلس ديريفاتيف الثانيه ب 1 وحط الاولى مكانها ده اللي انا عملته جميل قوي بعد كده تعمل ايه خلاص انت خلصت الريت طب يا مستر انا هو عايز يقول هنا عايز الريت بتاع الاريا افتر 2 مينت شيل التي حط مكانها 2 خلص المساله انا هنا عملت سمبليفاي مش عايز تعمل براحتك انا طلعتها 5 على 2 ماينس هاف تي حط تي هنا ب 2 وممكن تعوض من الاصل هنا خلاص يا جماعه طلعنا 1.5 سنتيمتر سكوير بير مينيت ده الريت بتاع الاريا سؤال تاني عايز التايم ات ويتش ذا انكريزنج فانشت الانكريزنج للاريا تقف امتى؟ ما هو اكيد الاريا ستوب لو الريت بزيرو <applause> الريت اللي هو دي اي دي تي ده بزيرو يبقى 5 اوفر 2 ماينس هاف تي بزيرو شيل ال 2 مع 2 يبقى التايم ب 5 يبقى افتر 5 مينيت الاريا هتقف على طول يعني مش معقول طبعا الاريا تفضل انكريز اكيد in طبعا الاريا هيجي لحظه وهتقف نجيب الريت وبعد كده تجيب الريت ده تحطه بزيرو وبعدين حضرتك تطلع التايم بتاعك اتمنى تكون اتفهمت نمبر 6 ميتا لامينا ان ذا فورم اوف ايسوسل سترينج ادي الايسوسل سترينج اهو الهايت تويس البيس يبقى بالراحه بقى دي اي بي سي اهو ده الهايت تويس البيس ده طب انا هفرض ان البيس ده كله اكس يبقى الهايت ده 2 اكس خلي بالك من حاجه مهمه قوي لما يبقى ده اكس وده هيسوسر سترينجل الهايت بايسكت البيس يبقى ده هاف اكس وده هاف اكس اللينث اوف اتس بيس اللي هو دي اكس دي تي ما انت كنت تفرض ان البيس اكس زي ما اتفقنا انكريزز او انكريزنج باي هيتنج بالريد ده يبقى دي اكس دي تي ب 0.04 انا عايز الريت اوف انكريزز للاريا اوف ذا لامينا لما كان البيس ده ب 8 ما حدش يعوض عن البيس في 8 ب 8 الا لما تجيب الريت طب نجيب الاريا الاول هاف بيس في هايت البيز اكس والهايت ده 2 اكس يبقى هاف اكس في 2 اكس اهو يبقى هاف ال 2 مع 2 يبقى اكس سكوير اعمل بقى ديريفاتيف ريسبكت للتايم يبقى دي اي دي تي ايكوالز 2 اكس دي اكس دي تي اهو الاكس انا ما اعرفهاش الريت بتاع الاريا انا عايزه صح كده ولا لا ده راجع الجيفن تاني ركز معايا كويس قوي هو مديك البيس في الاخر ب 8 البيس اللي هو الاكس كله على بعضه بي سي 8 يبقى انا اشيل الاكس واحط مكانها 8 دي اكس دي تي هو قال لك اهو اللي هي 0.04 عوض نجيب خلاص الريت عايز الريت اوف تشينج اوف ايتش سايد خلي بالك بقى السايد لينث اوف ذا ايكولاتر سوري اوف ذا مش عندي فانا سميته ال، ده ال وده ال. عايز ريليشن فيها ال ال، بايثاغوراس برضو ال سكوير ايكوال 2x all square بلس هاف x all square،, -square. اهي. دي 4x square ودي 1 على 4x square، ممتاز. جمع دول يبقى 17 على 4x square. خد الروت يبقى روت 17 على 2x. هات الريت بقى انا عايز الريت للسايد ده. يبقى دي ال دي تي. روت 17 على 2 دي اكس دي تي شيل بقى دي اكس دي تي حط مكانها 0.04 احسب هتقول لي لو جت على الكالكوليتر بتطلع كلها ديسيمال ما تكتبش الروت ده على الكالكوليتر اكتب هاف تايمز 0.04 هتطلع 0.02 روت 17 عشان لما تيجي في التشويسز معاك طيب جميل قوي اكزامبل تاني 1.8 meters man walks in a straight line approaching the base of a lamp post يبقى انت عندك اهو ده راجل اهو ماشي ناحيه اللام بوست الراجل ده ماشي بريت 1.2 meter per second انا ما اعرفش الراجل ده ماشي بكام فلازم اسمي دي اكس يبقى الريت بتاع حضرتك دي اكس دي تي اللي هو 1.2 meter per second الهايت بتاع اللام بوست ده كان 5.4 عايز الريت اوف تشينج اوف ذا لينث اوف ذا مانز شادو فين الشادو بتاع الراجل اكيد في ظهره طب ما هو الحته دي انا ما فسميتها واي يبقى هو عايز دي واي دي تي وبعدين عايز الريت اوف تشينج اوف ذا مانز هيد الراجل ده فروم ذا لامب بوست وين ذا مان از 4.8 متر فروم ذا لامب لا وقف هنا تعال الاول نجيب الريت بتاع الشادو بالراحه الراجل ده كان ماشي كده قلنا دي اكس يبقى هنا دي اكس دي تي وهنا ده الريت بتاع الشادو دي واي دي تي وده الهايت بتاع اللامبوست طب انا ما عنديش ترينجل اشتغل فيها يا مستر وصل ده اعمل الاي سي على بعضه وبعدين خلي بالك ده لاين اصلا يعني لا اهو ده, ده لاين اساسا اهو يبقى ده لاين هنا خلي بالك وبعدين يا مستر اللاين ده انت كده عندك تو ترينجلز كبار قدامك اللي هو ترينجل اي بي سي ودي اي e, سي ما انا عايز اجيب ريليشن فيها الاكس والواي امال انا هجيب الريت ازاي هعمل ديريفاتيف فين في ريليشن طب هي فين الريليشن عشان كده هنشتغل بالسيميلاريتي الترينجل ده لو سيميلار ده السايدز بروبورشنال يبقى اي بي على دي اي ايكوالز البي سي على اي e سي طب الاي بي قدامك الاي بي ده اهو 5.4 طب الدي اي e. الدي اي e ده مش عندي يا مستر لا ازاي ما هم مديهولك ب 1.8 ما ده الراجل يا ولدي يبقى 1.8 البي سي كله اكس بلس واي الاي سي انا سميته واي اهو دي لما تعمل لها سمبليفاي تبقى 3 خلاص اهي 3 اهي اعمل كروس مالتيبيليكيشن يبقى 3 واي ايكوال اكس بلس واي هات الاكس الناحيه دي يبقى 2 سوري الواي الناحيه دي يبقى 2 واي ايكوالز X يبقى 2 واي ايكوالز X في ناس ممكن تجيب الريت من هنا يبقى 3 دي واي دي تي DT دي اكس دي تي بلس دي واي دي تي طب دي اكس دي تي بكام هو الراجل ده بيقرب من اللامبوست يعني الساين هنا بالنيجاتيف لان الديستنس بيقل فاحط نيجاتيف 1.2 هنا هات ده الناحيه دي يبقى 2 دي واي دي تي اعمل ديفايد باي 2 طلعنا نيجاتيف 0.6 وممكن الناس ما تكتبش كده ممكن تطلعها 0.6 وبعد كده تحط النيجاتيف في الاخر ده معناه ان هو ماشي في الدايركشن 2 ديو تو طبعا ذا لمبوست ده الفيرست ريكوايرد انا عايز الريت اوف تشينج للراس الراجل ده منين؟ وين ذا مان 4.8 متر من اللمبوست ده 4.8 هنا خلي بالك بقى ده كده بقى ريكتانجل الإكس ده اهي مش عندنا بقت 4.8 دلوقتي طب نجيب ريليشن بقى فيها الهيد اللي هي مين من ده هقول بالراحة كده واحدة واحدة دي إكس هقول إن إم سكوير إيكوال إكس سكوير بلس الرقم ده طب هنجيب الرقم ده منين ده 1.8 يا ولاد عشان ده ريكتانجل ده 1.8 يبقى ده 1.8 طب ما ده كله 5.4 5.4 1.8 يبقى ده 3.6 يبقى ام سكوير ايكوال اكس سكوير بلس 3.6 سكوير اعمل ديريفاتيف ريسبكت للتايم يبقى 2 ام دي ام دي تي 2 اكس دي اكس دي تي اهي وده بزيرو شيل ال2 مع 2 عوض بقى الام الام يا ولاد فين الام اللي هو ده اجيبه بايتاغوراس اللي هو روت 4.8 سكوير بلس 3.6 سكوير تمام طلع ب 6 الاكس اللي هي دي 4.8 ودي اكس دي تي ما تنساهاش كانت نيجاتيف 1.2 وادي دي نجب الديفايد طلعنا دي ام دي تي نيجاتيف 0.96 متر بير سكند مساله على فكره دي في السكول بوك ومن المسائل الجميله قوي بوينت اكس واي بتتحرك على الكيرف ده عايز البوزيشن -position. البوزيشن -position يعني البوينت يعني الاكس بكام والواي بكام اوف ذيس بوينت ات ذا انستنت لما الفيلوسيتي اوف واي كوردينيت يا جماعه الريت هو الفيلوسيتي الريت هو الفيلوسيتي الفلوسيتي للواي كوردينيت يعني دي واي جت مره في امتحان وناس بتقول لي يا مستر ايه الفلوسيتي اول مره يا ابني داريت. ريت بالنسبه للواي يبقى دي واي دي تي تويس الفلوسيتي بتاع الاكس يبقى تو دي اكس دي تي اهو تمام يا جماعه يعني اول كده معلش انا هطلع الجيفن براحه اهو نجيب القلم براحه تعالوا بقى نحلها مع بعض اهو ادي مساله اهي نحلها سوا يلا بالراحه كده يلا هو بيقول هنا ان ركز معايا بيقول هنا ان الفيلوسيتي للواي كو يبقى تقول لي هنا دي واي دي تي مالها توايس الفيلوسيتي يبقى تو دي اكس دي تي بتاع الاكس كو تعالى من هنا بقى نعمل ديريفاتيف يلا سوا مع بعض ديريفاتيف الاكس سكوير اوعى ايه تقول تو اكس بتقف يا ولدي دي اكس دي تي بلس الفور ديريفاتيف الاكس دي اكس دي تي اهي ماينس الواي ديريفاتيف الواي دي واي دي تي الكلام ده بزيرو وبعدين شيل بقى دي اكس دي تي ده اهي او دي واي دي تي حط مكانها توايز دي اكس دي تي يبقى هنا 2 اكس ادي دي اكس دي تي بلس ال4 تنزل وهنا برضو دي اكس دي تي اهي اه ماينس دي واي دي تي من هنا ب2 دي اكس دي تي خلاص خلصت الكلام ده بزيرو كنسل ده مع ده مع ده هنا بقى عندك مين تعالى بالراحه بقى كده واحده واحده هنا ممكن نعملها الناحيه دي يلا مع بعض هنا هنا 2 x اهي ادي 2 x اهي ركز بقى هنا 4 ماينس 2 تبقى بلس 2 ايكوالز 0 هتبقى 2 2x بقت بنيجاتيف 2 تبقى الاكس بنيجاتيف 1 كده احنا جبنا الاكس طب اجيب الواي منين عوض بقى في الاصل جيب الواي خلاص ادي إيه مساله برده كويسه حته الفلوستي دي انا جايبها على حي... عشان موضوع الفلوستي الفلوستي اللي هو الريت بتاع الواي او الريت بتاع الاكس اهو خلاص كده يلا يبقى دي واي دي تي توايز دي اكس دي تي شيل دي واي دي تي حط مكانها 2 اكس دي اكس دي تي اهي 2 دي اكس دي تي شيل الدي اكس مع الدي تي مع دي اكس دي تي اهي يبقى 4 اكس بلس 2 بزيرو سوري 2 اكس بلس 2 بزيرو يبقى 2 اكس بنيجاتيف 2 طلعنا الاكس روح في الاصل شيل بقى الاكس حط مكانها نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 1 باور 2 ب 1 4 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4 ماينس واي ايكوال 3 هات الواي دي هنا يبقى 1 ماينس 4 ماينس 3 هتطلع في الاخر بنيجاتيف 6 يبقى كده عندك البوينت تبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 6 ده اللي هو البوزيشن اللي كان بيتكلم عليه في الاصل طيب مساله كمان نمبر 9 ميتاليك لامينا ان ذا فورم اوف ايكولاترال تريانجل يبقى ترسم ايكولاترال تريانجل كلنا عارفين ان الايكولاترال تريانجل الثري سايدز ايكوال اللينث و3 انجلز ايكوال ان ايه ان ميجر فانا سميت السايدز اكس والانجلز طبعا 60 جميل قوي هنا بيقول لك expanding such that it preserves its geometrical shape if the rate of change of its side length rate بتاع السايد يبقى دي x دي t 0.01 خلي بالك بقى عايز السايد لينث ات ذا مومنت وين لما الريت انكريزز بالكلام ده اولا هو عايز الايج length يعني عايز السايد طب ما تحط الرول بتاع الاريا هو الاريا ايكوال ايه ايوه اللي هو هاف ما تقولش بس في فايف بقى قول لي هاف اكس في اكس ساين 60 الرول الجميل ده يبقى الاريا هقول له كده هاف اكس في اكس ساين 60 ساين 60 بروت 3 اوفر 2 ودي هاف يبقى روت 3 اوفر 4 اكس سكوير اهي اعمل ديريفاتيف ريسبكت للتايم يبقى دي اي دي تي ايكوالز 2 اعمل بقى روت 3 اوفر 4 ملتبلاي 2 تبقى روت 3 اوفر 2 اكس دي اكس دي تي يا جماعة بعد أي سيمبل بالله عليكم لازم تحط الدي دي تي إكس حط دي إكس دي تي واي اكتب دي واي دي ما تلخبطش نفسك بتضيع تعبك على الأرض. طب أنا مديك الريت بروت 3 ومديك دي إكس دي تي بس إنكريز يبقى بوزيتيف خلي بالك لو ديكريزز أو شرينكينج تحط ماينس هنا يبقى دي إكس دي تي حط مكانها 0.01 أهي. خلاص كده؟ ده الجيفن إحنا جبناه خلاص. دول مع بعض خدهم الناحية التانية بالديفايد يطلع الإكس في الآخر أو السايد لينث يطلع 200 سنتيمتر خلي بالك يبقى اعملها بالكالكليتر الروت روح مع الروت دي تبقى طبعا 200 مظبوط يبقى الإكس يطلع ب 200 سنتيمتر جميل أوي طيب إكزامبل تاني في ستون هنا في إن ستيل ووتر أنت لما ترمي كده ستون أنت بتروح تصيف كده أنت وأصحابك وترمي كده أي ستون أو أي حجر في المية إيه اللي بيحصل؟ اه انا عارف بيعمل صوت انا عارف بيعمل سيركلر ويفز يعمل سيركلر ايه ويفز الويفز دي كلها انكريزز باي ذا سيم كونستانت ريسبكت للتايم فهو بيقول لك ان الستون دي لما ساعدتك كنت بتصيف ورميتها هناك قال لك حصل سيركلر ويف فورمد خلي بالك هوز ريديوس انكريزز الريديوس كل شويه بيزيد بالريد ده 2.1 سنتيمتر بير سكند ويفز ويفز كلها سيركلر سيكتورز كلها سيركلز كمان سوري if the rate of increases of its surface area اللي هي دي تي of the wave at the end of the time second الرقم ده يا ترى التايم بكام؟ سؤال للعبقرة بصوا يا جماعة هو طبعا دي جاية ام سي كيو سيبك من التشوسز دلوقتي أولا سيركل يبقى حط الاريا لأنه بيتكلم على الاريا هتقول لي باي ار سكوير طب وبعدين هات الديريفاتيف كده يبقى 2 باي ار دي اي دي تي طبعا يبقى 2 باي ار دي ار دي تي ممتاز انا عندي دي اي دي تي موجوده وما عنديش الار ده عندي الريت بتاع الار اللي هو دي ار دي تي مظبوط الكلام طب الباي بكام حطها 22 اوفر 7 اقدر اجيب الار اهو طلع الار بكام ب 22 سوري ب 21 سنتيمتر يبقى تاني الاريا باي ار سكوير الريت دي اي دي تي 2 باي ار دي ار دي تي اهي شيل الريت بتاع الاريا وحط الرقم ده ال 2 كونستانت الباي ب 22 اوفر 7 ال R unknown دي R دي 2.1 عوض تطلع ان شاء الله او اعمل سمبليفاي بصوا يا جماعه لما تعملوا سمبليفاي انت ممكن تكتب 22 او 277.2 ديفايد باي افتح براكت كبير اكتب 44 اوفر 7 ملتبلاي 2.1 تطلع على طول ان شاء الله 21 طب انا عايز اجيب التايم بقى يا ترى يطلع 20 ولا 5 ولا 10 ولا 3 اللي هيحلها لي الريت بتاع الراديوس حاجه عامله كده زي هناخدها ان شاء الله في الداينامكس حاجه اسمها الدست الاكيوموليتيف دست الريب بتاع الريديس يا ولاد كان سنتيمتر 2.1 سنتيمتر بير سكند طب والريديس طلع ب 21 سنتيمتر يا ترى بقى التايم بكام؟ became... اقف آه ثواني كده حاول تحلها مع نفسك هم. اه الرول الجميل ده فاكرين الرول ده يا ولاد؟ الريديوس هو الريت ريسبكت للتايم يعني دي ار دي تي ملتبلاي تايم طب ما دي ار دي تي ب 2.1 والار ب 21 يبقى التايم بكام؟ ب 10 سكند جميلة جدا المسألة دي يا ولاد جميلة جدا 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 المسألة دي خلاص؟ يبقى بالراحة كده واحدة واحدة يبقى الار اللي هو الديريفاتيف بتاع الار هو ريسبكت للتايم ده الريت يبقى دي ار دي تي ملتبلاي التايم خد قد ايه؟ خد كام ثانيه؟ كام ثانيه عشان يعمل الاريا دي؟ ده اللي انا عايز اعرفه يبقى الار بتاعتك احنا جبناها خلاص ب 21 دي ار دي تي ب 2.1 هم ده لك جيفن والتايم بقى اعمل ديفايدد طلعنا التايم يبقى تختار 10 جميل قوي طيب مساله كمان كيوب برضه اكستنس باي هيت سو اتس ايج لينث انكريز بالريد ده انا معرفش الايج لينس هيبقى ايه يبقى نقول عليه ايه دي اكس دي تي والاريا بتزيد بدي احنا قلنا زيها خلاص دي دي مساله معاده بقى هتحط الاريا اللي هو 6 اكس سكوير او 6 ال سكوير يبقى دي اي دي تي 12 ال دي ال دي تي انت عندك الريب بتاع ال وعندك الريب بتاع الاريا عوض بالاثنين دول طلعنا ال بعد ما تجيب ال انا عايز الريب بتاع مين الفوليوم الفوليوم اللي هو اكس باور 3 يبقى دي في دي تي 3 ال سكوير دي ال دي تي ال ال عندك طلعناها ب 3 دي في دي تي انا عايزها دي ال دي تي اصلا كانت 0.02 عوض طلعنا في الاخر دي في دي تي 0.054 سنتيمتر كيوب بير تمام كده يا جماعه اتمنى يكون الموضوع كده بقى سهل بالنسبه لنا طيب هنا ده كيوبيد يا ولاد اكسبانس اتس لينث 2 سنتيمتر مور ذان الوِدْث يعني الـ lens أكتر من الوِدْث بـ 2 and its height 3 تَايمِز الوِدْث لا يبقى قُصّ الفساد كله الوِدْث افرض لي الوِدْث عشان نخلص الوِدْث يبقى إكس مثلاً خلاص الـ lens أكتر منه بـ 2 يبقى إكس بلس 2 والـ 3 تَايمِز الوِدْث يعني 3 إكس هو بيقول إيه بقى؟ by heating such that preserves طبعاً the, the ratio of among the dimensions الفوليوم انكريزز بالريت ده يبقى ده دي في دي تي لما كان الويدث اللي هو دي اكس دي تي 0.01 انكريزز يا ترى السم اوف دايمنشنز اوف كيوبويد يطلعوا كام؟ يبقى لازم اجيب الاكس طب ما هو فوليوم الدايمنشنز يا ولاد نعمل لهم كروس يبقى انت خلاص جبت الفوليوم الفوليوم لينث باي ويدث باي هايت يعني اكس ملتبلاي 3 اكس يبقى 3 اكس سكوير في اكس بلس 2 اهي خلاص كده يبقى 3 اكس باور او 3 اكس سكوير في اكس 3 اكس باور 3 3 اكس سكوير في 2 ب 6 اكس سكوير هات دي في دي, دي تي تبقى 6 اكس سكوير دي اكس دي تي 12 اكس دي اكس دي تي ممتاز انا عندي دي في دي تي 0.6 عندي دي اكس دي تي اللي هي كام دور دور 0.01 خلي بالك انكريز يبقى بلس ديكريز ماينص تمام كده جميل قوي شيل بقى ده حط مكانه 0.6 تمام وشيل دي اكس دي تي هنا وهنا وحط لي 0.01 جميل قوي هنا انا عايز اجيب الاكس بالراحه كده واحده واحده دي 0.09 اكس سكوير دي 0.12 اكس ماينس 0.6 ايكوال 0 اعمل مود 5 3 على الكالكليتر اكتب 0.09 0.12 نيجاتيف 0.6 طلعنا الاكس طلعت الاكس ب 2 اول ما جبنا الاكس ب 2 عايز الدايمنشنز يبقى هنا 2 هنا 4 هنا 6 اعمل بقى ادينج هنا هيطلع في الاخر 12 سنتيمتر يبقى هو ده الصم اوف دايمنشنز اوف بالراحه قوي وانت بتقرا المسائل بتاعه الدرس ده لان الدرس ده مهم جدا يا ولد. ريليتد تايم ريتس هنكمل ان شاء الله بارت 2 باذن الله المره الجايه على مهلك فرغ القوانين كلها انا عملتها لك خد سكرين شوت خليها معاك دي كل الرولز ان شاء الله اللي معاك مش هتحتاج لرولز ثانيه وبعدين ابدا اشتغل بالراحه كده واحده واحده حل الافكار اللي احنا قلناها في الحلقه النهارده وبعدين ابدا حل مع نفسك لحد ما ان شاء الله ما الحلقه اللي جايه تاني انا منزل الموقع الموقع ايدوبيديا انا منزل لك 83 حلقه على الكورسز كلها بفيز قليله جدا 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 وهيفضل الكورس موجود معاك لاخر السنه ربنا معاكم ان شاء الله بالتوفيق شدوا حيلكم اشتغلوا كويس جدا على نفسكم اعرف كويس قوي وخلي يبقى عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مش هضيع تعبك ابدا طول ما انت بتعمل اللي عليك ربنا معكم كلكم بالتوفيق تمنياتي القلبيه لكم كلكم بالتوفيق اسالكم الدعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته